أنا جايين بدري ليه؟ مش معادك الساعة واحدة؟ ما هي الساعة 12 وربع، ما فرقتش كتير يعني. اتفضل. تاني نمت شوية دول علشان افوق لك في العملية. هو انت اللي هتعملي لها العملية؟ لا، الدكتور بتاعنا طبعا اللي هيعملها لها. هو فين؟ جوه في الأوضة بيجهز العملية. اقعدوا وانا هديله خبر انكوا جيتوا. ما تخافيش، اجفادي امال. الست شكلها مرعب. مالكيش دعوه بيها، احنا اللي يهمنا الدكتور. وطالما العياده عنده مشغوله كده وكلها ناس، يبقى اكيد الدكتور شاطر. يا خوفي لو الشاطر ده تبقى نهايتي على ايه؟ بعد الشر ما تقوليش كده. بصي بالذمه انا في ايه والتاني ده في ايه؟ قلبي ولا على باله، لا كاني مراته ولا كان قلبي بيلف في بطني ده ابنه. ممكن دادي، ممكن ما تفكريش فيه خالص، ممكن علشان ما توتريش اعصابك قبل العمليه. انا مرعوبه، طول عمري بخاف من الحقن. اعمل عمليه زي دي ازاي؟ خليكي والنبي جنبي يا سهى. ما تخافيش، انا مش هسيبك، انا جنبك يا عبيطه. اتفضلي، الدكتور مستنيكي. لا، لوحدها. لا، انا عايزاها معايا. احنا هنعيط بقى من دلوقتي. يلا يا ماما بلاش دلع. امسكي نفسك شويه، انا مش قلتلك استنيها انت بره؟ اتفضلي، ما تعطليناش. ادخلي، ما تخافيش، نامي على السرير دلوقتي. خايفه؟ امال ما كنتيش خايفه ساعتها لما؟ بس بقولك يلا اطلعي، ما تخافيش. ردي عليا يا حبيبتي. منال كلميني. منال، ايه ده؟ انتوا عملتوا فيها ايه؟ انتوا موتوها؟ جالها هبوط حاد، بس هتبقى كويسه. ردي عليا، طمنيني عليكي عشان خاطري. لما تفوق خليها تمشي، ما ينفعش نعمل لها العملية النهاردة. والفلوس؟ الألف جنيه لحسن والله أبلغ عنكم البوليس. يا ست ما تهدي، فلوس ايه اللي انت عايزاه؟ ما هتيجي ونعمل لها العملية. مش هتيجي هنا تاني. بقولك انا عايزة الأهلي. انا فين؟ لحسن والله. خلاص، اديها الفلوس بس اخصمي تمن الحقنة والكشف، ولما تفوق ابقوا غوروهم من هنا. حاضر. دايما يا حبيبتي تبقي كويسه. يا رب ما اشوفش فيكي يوم وحش ابدا. يا ماما فين؟ نايمه يا حبيبتي، والنبي ما تصحيها لحسن، هي مش ناقصه. لا بلاش، بس ساعديني ندخلها ترتاح في اوضتها. يا حبيبتي تعالي. ايوه، مين اللي بيخبط؟ انا فاطمه يا ست نبيله. خير يا دادا؟ في حاجه؟ ما تتخضيش يا دنايا، دي الست بس منال جت من بره تعبان وصاحبتها سنداها. ليه يا دادا؟ الف بعد الشر عليها. عملت حادثه بالعربيه. يا لهوي،
وجرى لها حاجه؟ لا الحمد لله، بس انا خايفه اصحي الست سرايا. الاحسن ده حرام والله عليها كده، هي مش ناقصه. لا يا دادا ما تصحيها، عشان هدخل اجيب المفتاح وجاي معاكي على طول. لحظه واحده. طب ما تتاخريش والنبي يا ست نبيل. الحمد لله انها جت على قد كده. ده انا اترعبت لما وقعتي على الارض، وجي في دماغي كل كلامك عن الموت في العمليه والحاله اللي انت كنت فيها قبلها. انا مش عارفه ايه اللي جرالي. انا اول ما شفت منظر الدكتور المقرف ده بشكل اوضته البشعه دي، ما حسيتش غير والارض بتلف بيا، وحسيت اني مش قادره اخد نفسي. ما قدرتش بعدها غير وانت جنبي والست الفظيعه دي بتديكي الفلوس. اه صحيح، الست دي خصمت 300 جنيه الايه الكشف والحقنه واتعبها هي. 60 داهيه، المهم اني خلصت منهم. طب وهتعملي ايه في اللي في بطنك؟ مش عارف يا سوا، بجد مش عارف. مالك يا حبيبتي؟ مالك؟ ايه اللي حصل؟ الحمد لله جت سليمه، خبطت بالعربيه بس في الرصيف فاقوم عليها من الخضه. قولي لي جسمك فيه حاجه؟ لا الحمد لله. الحمد لله. سوا تعالي عايزاكي. قولي لي الصراحه انتوا كنتوا فين؟ بس بلاش حكايه حادثه العربيه دي. قصدك ايه؟ منال ريحتها مليانه بنك، ففهميني الحقيقه. طب حتى اسالي منال، مش احنا لما روحنا المستشفى ادوكي حقنه مسكنه يا منال؟ اصل نبيله بتقول ان ريحتك بنك. ايه هو انا ريحتي بنك؟ ده اكيد من المستشفى. ده أومين يا دادا، ادخل اخد دش احسن ماما لما تصحى تشم ريحه البنج دي. هي رخ ما هي مش ناقصه خضه. تعالي من انا عايزاكي حبيبتي، اعتبريني اختك وامك وصاحبتك. لو في اي حاجه خايفه تقوليها قوليها لي، وصدقيني سرك كبير. في ايه يا سهر؟ ما تقوليلي. انا كمان صدقيني يا نبيله محتاجه اخت وصديقه وام وكل حاجه. خلاص اتفقنا، تقوليلي الصراحه اول ما يبقى في حاجه ان شاء الله هقولها لك. ماشي، وانا مستنيه لحظه الصراحه دي منك. يا دادا نعم، حضر لها بسرعه الحمام من فضلك. حاضر، هون عينيا. تعالي حبيبتي تعالي. على مهلك على مهلك. استر يا رب. حاضر يا ماما هندهولي. انت هنا يا باسم؟ احنا افتكرناك نزال. لا ما نزلتش ولا حاجه. خير؟ في ايه؟ ماما عاوزاك جوه. طيب ادخلي لها وقولي لها ان انا هاجي لها على طول. طب ما تدخل تكلمها. يا ستي خشي لها وانا جاي وراكي على طول. حاضر. مش عارفه يا ماما، حاسه ان هو مش على بعضه. جرايه يا بنت هدى، هو مين ده اللي مش على بعضه؟ لا ده انا. انت فين يا باسم؟ عمال انده عليك من الصبح يا ابني. قاعد بره يا امه، قاعد بره سرحان مع نفسي شويه. ايه الدنيا خربت؟ لا براحتك يا ضنايا براحتك. خير يا امه؟ انت كنت عايزه مني حاجه؟ لا يا حبيبي، تبان عليك متضايق. لا لا مفيش حاجه. انت كنت عايزه مني فلوس للبيت مش كده؟ يا ابني ما كانش معاك. خلاص بلاش. لا لا اتفضلي، بس دول اخر فلوس معايا. اتفضلي. معاك الخير كله يا ابني يا رب. صحيح انتوا عملتوا ايه للعريس اللي كان متقدم لهدى ده؟ هنعمل ايه يا ابني؟ قلنا له استنى شويه لما تاخد الدبلوم ونطمن عليها. ربنا يسهل. طب انا خارج، انتوا عايزين مني حاجه؟ سلامتك، هتتاخر؟ والله ما اعرفش. السلام عليكم. مع السلامه. انا مش عارفه ماله، على طول متنرفز ومتضايق. يا بنتي المسؤوليه كلها عليه. لا يا ماما، هو مش طايقني من ساعة ما العريس ده جالي. يا حبة عيني تلاقيه قاعد بيحسبها شمال ويمين ويشوف هيجهزك ازاي. يا رب يرزقك يا باسم يا ابني يا رب. يا رب.